قولي سنة حضرتك. طيب اجازة العيد ده هتبقى امتى؟ اجازة ايه؟ مفيش اجازة، انت تصحى من النجمة تلبس طقم عيدك وتجيب تحتك وبسكوتك وبتيفورك وتيجي الشغل عادي. وبعدين عيب عليك لما تسأل سؤال زي ده، انت ابن الشركة. يعني الاجازات في رمضان ولا في شم النسيم ولا في العيد وتقولي ابن الشركة؟ ده لو مرات ابويا مش هتعمل فيا كده. وبعدين بقى ده المسلمين هيبقوا اجازه والقباط كمان اجازه، اقول للناس اللي شايفاني رايح الشغل الصبح دي انت ايه بالظبط؟ بقول لك ايه، اتعدل يا حمصه احسن لك. طيب يا فندم، طب ممكن حتى يعني يكون في زياده في المرتب بما انك هتنزلنا في الاجازه؟ يا حبيبي كبرت وبقالك سنين في الشركه وبقيت تطلب زياده في المرتب كمان. مين اول واحد بيجي الشركه؟ انا. ومين اخر واحد بيمشي من الشركه؟ انا. ومين شايل الشغل كله؟ انا والله ما في زيادة في المرتب غير من وشي الحالة المادية للشركة زي الزفت.